أهلا بكم، وحلقة بسيطة وسريعة ومكملة لبقية الحلقات بتاعتنا معاكم دعاء العدلي ونادي عبد العال. وهو أنا اخترت المشروع وقررت اللي هعمله، وقررت إن أنا هعمله لوحدي أو مع شريك سواء كده أو كده. طيب أنا محتاج فريق عمل، أختاره إمتى وإزاي وإيه المواصفات اللي فيه وإزاي أضمن استمرار ولاء فريق العمل معايا؟ دعاء، عايزين نجاوب على الأسئلة دي النهاردة، تشاركينا بخبراتك الكبيرة والعظيمة في هذا الموضوع. تسلمي لي يا دكتور. طيب احنا اول حاجه احنا برضو بنقول ان فريق العمل بيفرق على حسب الادوار والمهام والمكانه اللي هو هيبقى فيها في الشغل بتاعه. من اكتر الحاجات اللي بتفرق حد عن حد في الشغل او في التيم اللي انا بجيبه عشان يشتغل معايا، ان هو اصلا يبقى عنده نفس القيم بتاعه البيزنس بتاعه، بيبقى وعنده ولاء للبيزنس ده، وعنده امانه، وعنده الحاجات اللي انا لما ببقى قدام الناس، الناس بتشوف الفاليوز بتاعة البيزنس منعكسة في التيم اللي معايا. ده من الحاجات المهمة جدا جدا، وبيبان واحنا بنعمل الانترفيو، بيبان من طريقة الناس جوه البيزنس. ده من الحاجات المهمة قوي. بنحط كل واحد بمهاراته بإمكانياته في المكان المناسب ليه، لأن في حاجات عايزة حد إبداع شوية، حد عنده مهارات مختلفة شوية، تواصل أعلى، كلام أكتر، على حسب المنطقة اللي هيبقى جوه البيزنس بتاعنا فيها. ده من الحاجات المهمة قوي. بعد كده القيم بتاعتهم أو نقاط قوتهم، يعني أنا من الناس اللي قابلتها في حياتي حد كان بيعمل لكل التيم بتاعه التست بتاع السترينث بروفايل، لأنه ده بيوري له شخصية اللي قدامه هو شاطر في إيه وضعيف في ايه، وبناء عليه كان بيسكنهم في اماكن الشغل المناسبه ليهم جدا. ده بيرجع له بايه؟ ويقويهم زيادة، يعني حتى بيعمل لهم من غير ما هم يحسوا بالظبط، تطوير في مهاراتهم. ايوه، لان المهارات اللي بنشتغل عليها اكتر بتنمو، واحنا كمان بنبقى بالظبط. اكتر جوده في استعمالها. فانا ده من الحاجات اللي حسيتها فرقت جامد. حته ايه برضو روح الفريق او التيم بيلدينج، في ناس اتعودت في حياتها انها بتبقى انطوائيه ما بتحبش روح الفريق، وفي حد تاني بيحب روح الفريق. فدور صاحب البيزنس انه يخلي التيم بتاعه كله تيم، يظبط ناس لحد ما يعرفوا يتعاملوا مع بعض علشان هو ياخد اعلى جوده من الناس اللي بتشتغل معاه. كل ما الناس كانت صفاتها واضحه ودنيتها واضحه وعندها المهاره انها تتعلم، فلو حتى اتحطت في حته مش بتاعتها هي هتدي احسن ما عندها فيها، هتتعلم مهارات جديده ليها وللبزنس، وده بينعكس في الدنيا، لان برضو كل نوع بزنس غير التاني. فهنا على حسب طبيعه الشغل بتاعك وقيمه اختار التيم بتاعك على قد ما تقدر يبقى ناس بتعرف أكبر تفكر. غلطة بشوف ناس بتعملها، كان حد يعني من أصحابنا كده، والله أنا رحت أجيب ولاد طيبين كده وهادين زيي، فتدخلي المكان ما حدش بيتكلم، ما حدش بيفتح بقه، ما صرصور فيش حد الحمراء. بيعرف فطفات، والله إيه الهدوء الجميل ده، زيي والله، برافو عليك ما شاء الله، أذكى إخواتي. فدي طبعا من الحاجات اللي بتبقى نقطة الفشل، اللي من أول يوم لا إحنا بنجيب اللي زينا في القيم، الناس القيم محترم، بالظبط. عنده ما عنده حب التعلم، عنده الامانه، الصدق، لكن تقول لي بقى ايه خجول زيي، لا ما احنا مش عايز، ما انت خجول خلاص اقعد انت اعمل البيزنس بتاعك، لكن عايزين حد متكلم، حد يتكلم مع الناس، حد يتفاوض، وهكذا. وده دور صاحب العمل، ان هو دايما يشوف هو هيقدر يحفز فريقه ازاي من الاول خالص، يبقى عارف هو عايز كام واحد معاه في الفريق اصلا، 1 2 10 على حسب البيزنس بتاعه وعلى حسب حجمه، يبقى عارف الشكل العام هو عايز، زي ما حضرتك قلتي شكل الناس عامل ازاي. كمان ناس عشان نجاوب على سؤال يا دعاء، اللي احنا نضمن استمراريتهم، فكلمة التحفيز بتاعتك دي بتجاوب على السؤال ده، ايه هي بالظبط، طرق التحفيز اللي هعملها عشان اضمن ولاء واستمرار الموظفين عندي؟ من الحاجات اللي بتفرق قوي عشان اضمن استمرارية الناس معايا او اضمن ان هم يحسوا ان ده حاجة هم بينموا فيها والبزنس بيكبر بيهم ومعاهم،
دي حاجة. حاجة تانية انهم يحسوا انهم بيتطوروا من خلال البيزنس، مش قاعدين ثابتين. يعني في ناس بتوصل لليفل معين في الشغل ما بترضاش بتقول لا انا كبرت وصلت لاعلى حاجة، انا عايز اروح حتة تانية اطور نفسي فيها. فكل ما الشخص بيبقى في اي مجال حاسس ان هو مرتبط بالبيزنس وان هو بينمو معاه، طول ما هو بيحس هيفرق ان هو معاه. ان ده مكاني. بس يا دعاء ان احنا محتاجين نتكلم في دي اكتر كتير، خلينا المره اللي جايه فعلا تمام. نتكلم طرق. ليه بقى؟ لان ممكن نقول نسب، ممكن نقول حاجات ايوه، كتيره قوي تضمن لي الاستمراريه. فايه رايك الحاجات نخلي اللي بتتوفر من صاحب العمل للستاف بالظبط بتاعه كده، عشان خلي تضمن لان استمرارك. بجد الاستمراريه بتريحك انت قوي كصاحب عمل، بتحسسك ان انت حتى كده هاديه وقادره تاخدي في مسنوده، ما هو موظفينك بيسندوكي. فخلونا المره اللي جايه طرق التعامل مع فريق العمل لتحفيزه وضمان استمراريته. وضمان الاستمراريه دي ممكن بقى سواء يكون بنسب، من نسبه من الشغل، نسبه من حسب طبيعه العمل وهكذا. كان معنا ومعاكم دعاء العدلي دكتوره نادية عبد العال، ونلقاكم المره القادمه. شكرا لي.